لكم اليوم راح ندير لكم لا روتين تاعنا اليوم. انا اليوم راح ندير بطاطا فليو، كاين ناس يعرفوها بزاف بطاطا فليو، اما انا اليوم راح نديرها معاكم. دوك نبداو بالمقادير. نبدا ندير زوج مغارف زيت، حتى ثلاثة، ثلاث مغارف زيت، وندير الثوم. ها درت حبة ثوم باسكو بطاطا فليو تحب الثوم، انا درت حبة هنايا. نديرو شوية تاع الفلفل الكحل، شوية وشوية كمون، ها فلفل عكري. شاديتي عكري؟ مغرفة، نص مغرفة تاع الفلفل العكري والملح. دوكا نديرو قلاو، عندنا طماطيش تاع الحب سكرفج تاعها راح نزيد ندير معاه، وزيدو نديرو طماطيش تاع لا لا، هنا درت مغرف تاع طماطيش مسكرفجة، ودوك نزيدو نديرو مغرفة تاع طماطيش مصبرة. دوك حنا يتقلاو مليح هكذا، ومن بعد كي نشوفو البطاطا دخلها شوية طياب نديرو هذيك الطماطيش اللي عندنا مغرف تاع طماطيش مصبرة. دوك حنا هكذا نقلو كامل هذيك اللي درنا المكونات تاعنا، ونرمو البطاطا. ماما انا بصح ندير الطماطيش عتقلية. ايه لا لا، الطماطيش تاع الحب نديروها مع تقلية ونصبرة حتى البطاطا كي تدخلها طياب، باسكو كي ديري عليها تجي توازي تعجل ما طيبلناش البطاطا. دوك حنا نمرقو، نمرقو باش نرمو البطاطا هكذا، هنا كامل مرقو. وهاي البطاطا اللي كنت قطعتها معاكم دوكا، ها كنت وجدتها وقطعتها. دوك حنا نزيدو شويه ماء باسكو مغطاتش، لازم البطاطا كامل تغطى باش نديرو لها الماء تاعها باش ما نزيدوش، ومن بعد نزيدو نديرو الماء. دوك هذا نديرو كامل البطاطا من الفوق، ومن بعد كي تغلي شويه ونشوفو دخلها طياب نجيبو طوماطيش ونديرو فليو تاعنا، ومن بعد نديرو له البيض. حنا كي تغلي نعاود نرجع، حنا دوكا نخليها تغلي وكي طيب شويه بطاطا نعاود نرجع ليكم. هاي بعد اللي غليت درنا لها نص مغرفه طوماطيش، ها دوكا حنايا دوكا نخلوها تغلي شويه. دوك نوريكم كيف نديرو. ها هو الفليو اللي درناه، نحيت له غير الوراق. لا لا درنا الوراق، نحيت له غير الغصن، الغصن نتاعو برك. ايه. هذا كامل الوراق تاعو. دوك هكذا هاكم تشوفوا كيفاش درت له، بعد يعاود يذبل. دوك كامل يذبل، هذا كي يذبل يعطينا ريحه شاهي نتاعو، ريحة الفليو ما شاء الله. دوك حنا نخلوهم مام الفليو باش يطلق لنا هذيك الريحه الشابه، والبطاطا تزيد تكمل للطيب، ونقص لها الفرن ومن بعد نعاودو نولو ليكم باش نديرو لها البيض. هاي بعد اللي طابت راح نديرو لها البيض. ها دوك حنايا نخلو البيض يطيب ونعاودو نولو ليكم. هاي الوصفه تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم، وهذه الوصفه طلب لي عليها وليد اختي اللي في الغربه، ان شاء الله يدنا لها اعجابكم ان شاء الله، وبقى على خير.